كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن موقف السعودية من إقامة السوبر الأفريقي بالسعودية، وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي فيسبوك: غير صحيح إشاعات تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك. وضمن الأهلي مواجهة حاميه الوطيس مع الزمالك في كأس السوبر الأفريقي بعد أن حقق لقب دوري أبطال أفريقيا. ونجح الأهلي في إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخه، بفوزه على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي الذي أقيم يوم السبت على استاد القاهرة.